قفزت مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة إلى أكثر من 300 ألف مركبة للمرة الأولى في الربع الثالث، لكن الحصة السوقية لشركة تسلا تراجعت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وتسيطر تسلا الآن على نصف السوق فقط مقابل 62% التي كانت تستحوذ عليها في الربع الأول. يأتي ذلك على الرغم من تخفيضات الأسعار التي قامت بها الشركة لترسيخ مكانتها وحصتها في ساحة السيارات الكهربائية في ظل التنافسية المحتدمة. وقالت شركة أبحاث سوق كاناليس إن تسلا يمكنها أن تعكس الاتجاه الهبوطي من خلال إطلاق شاحنتها الصغيرة سايبر تراك والمقرر تسليمها للعملاء في الربع الحالي.